الا مشينا في هذا الطريق باش نكونوا صراحه بحال اللي كيجركم البحت عليه دابا غير الورد. صحيح راه متفق معاك، راه متفق. الفلوس هي واش كتقلبوا؟ لا لا الولد كما كان الحال هذا الاخ ديالها وشيئا ما الحنان يميل بين الاخت للاخت، هي تدرف الدموع. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند حسان، حسان ردادي، عدد الإخوة ديالو هما كاملين 10. مشاهدينا الكرام ردادي حسان 10 ديال الإخوة توفوا لهم جوج بقوا 8 معهم الأخت الكبيرة ديالهم اللي هي هنية. هنية اختفت على الأنظار حوالي 7 سنوات. هنية كبرت معهم شابة طموحة، تزوجات ما كتبش لها ربي الولاد. هنا بدات عندها الأزمة، تزوجات الزواج الثاني تخلى عليها الزوج في الأخير، وشيئا ما حسب التصريح ديالو فقدات الأهلية. من تما هما كيقلبوا عليها. مشاهدينا الكرام الإخوة ديال هنية توفى الأب وتوفى الأم وعندهم ورد كبير وكيقلبوا عليها، ما بغوا يديروا حتى حاجة بلا الإذن ديالها، وهي ما خلاو فين نقلبوا عليها. تبعوا معايا نشوفوا القصة من الأول. سي حسن، حسن عاود ليا القصة ديال أختك. السلام عليكم، شكرا للأخ يوسف. غادي نعاود لكم القصة من الأول حتى الآخر. هاد الأخت اللي اختفت مدة ديال 7 سنين دابا كانت عايشة معانا. ألور ملي كانت عايشة معانا كانت تزوجات الزواج الأول، ملي تزوجات الزواج الأول تلقات على أساس أنها ما كتولدش. عاود داز شي 3 سنين ولا 4 سنين تزوجات الزواج الثاني، ما جابش الله، بقات إلا وجات واحد النهار جات واحد السيده كتعرف الاخت ديالي قالت لك راه الوالد ديالي انا راه روتريتي وما كاينش اللي قابله، الله يجزيكم بخير الا بغيتو تعطيونا هذيك السيده. فعلا داكشي اللي وقع، جاو هضروا مع الوالد والوالده قالوا لها ما كاين حتى مشكل بحكم هي ما كتولدش قبلات. فعلا تزوجات، الور ملي تزوجات مشات، تزوجات في 2006 بقات حتى 2003 2013. الور ملي في 2013 السيد تزاد عليه الحال، يعني بدات كتبان عليه علامات ديال انه راه مريض، هو ديجا كان اونديكابي من واحد اليد. فاللي وقع على اساس انه السيد ملي قرب يتوفى خصهم هما كيما تيقولوا انهم خصهم يتفرقوا عليها، يعني تكون هما العائلة ديالو. العائلة ديالو. ففعلا مشاو داروا دعوة في المحكمة على أساس بأنها كتعسف عليه وكدير هذا. المهم طلقات، طلقات خدات البرا ديالها، بقات كتردد على الدار، بقات كتردد على الدار إلا تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين من ديك المدة ديال 2013 ما بقاش جات. والدليل على هذا أنها ما حضراتش الوفاة ديال الوالدة في 2016، وفي 2000 رغم ان الوالده والوليد قلبوا عليها في جميع، لا من ناحيه الدائره ديال الامن اللي كاينه في محمديه ولا في مثلا في دار العزازه ولا هذا، لربما تكون تما ما لقاوش ليها الاطار ديالها. وملي توفى الوالد في 2020 راه كتعرف بحكم ان الوالدين ملي كيموتوا ضروري كدير مسائل قانونيه على حساب داكشي اللي تيخليو الوالدين. ودابا انا النداء ديالي لاي واحد كيشوف هاد السيده ولا كيشوفنا حنايا، هاد السيده هادي راه تقريبا العائله ديالها راه خلاو ليها واحد ورث، يعني ورث يعني صحيح. حنا اللي كيشوف هاد الفيديو يتصل بها او اللي يهضر معها ولا اللي عنده شي معلومات ولا شي حاجه يتصل بينا حنايا، وراه ما كاين. وهاد الاخت هادي راه خلات العائله كلها يعني في حاله مدمره، ماشي على اساس الورث ولكن على اساس بحكم هي ربات فينا خواتات اللي صغر منها وعاشت معنا وكانت مع الوالده والوليد الله يرحمهم والله يرحمها. الا كانت حيه وكتسمعنا تجي راه خوتك راه الدار باقا الامور
هي تجي تعيش معنا، ما كاين حتى شي مشكل. وإلا كانت شي حاجة أخرى حنا ما فبرناش، نطلبوا من جميع الناس الله يعزز بخير، اللي سمع هذا النداء هذا يتصل بينا. شكرا. شكرا، عطيتيني مجموعة من النقاط في الموضوع. دابا غنمشي انا وياك نقطة بنقطة. هاد الاخت هادي هي اختكم الكبيرة، هي هاد الأخت هادي هي اللي كبر منا، وتاريخ الازدياد ديالها في 1955، دابا كتبلغ من العمر 67 سنة. هذيك المدة اللي انطلاقا من الزواج الأول ملي جات لعندكم وكان السبب ديال الطلاق ديالها أنه ما تتولدش، شنو درتوا أنتوما كإخوة؟ أنتوما 6 والبنات 4 بها هي، يعني الدور ديال الأخوات وديال الإخوة باش تساعدوها حتى هي، واش شريتوا معاها شوية في الطبيب تعرفوا الموضوع ديالها قبل ما تعاود الزواج الثاني؟ ومن تما كما قلتي لي بحال السيده تسطات، يعني فقدت الاهليه شويه، شنو درتو نتوما معاها في ذاك الوقت؟ ملي كانت تيوقع لها مشكل ديال الطلاق على اساس بانها ما كتولدش، كانت كتجي للدار عندنا، وبحكم حنا عرفنا الواقع ديالها بانها ما كتولدش، يعني بحكم يعني الاقرب ليها هي الوالده، يعني داروا جميع المحاولات اللي خصهم دار على اساس باش تولد، ولكن الله سبحانه وتعالى ما جابش، وكتبقى عاديه يعني عايشه معانا، يعني ما خصها حتى شي حاجه، بحكم حنايا تبارك الله الدراري خدامين والاخوات ديالها خدامين، والوالد ديالو تا هو كان عنده واحد الرزق ديالو، يعني ما كناش دايزينها، بالعكس كنا محتضنينها، يعني مادام هي الاخت الكبيره ديالنا، يعني حتى واحد ما كان يعني من بعد الاختفاء ديالها من مورا الواقعات الزواج الثاني ملي طلقت داك الراجل الكبير اللي قلتي مع العائله ديالو كما قلتي ضغطوا عليه، المهم طلقت من تما السيده مشات غبرت، شنو درتوا نتوما في هذيك الوقيته؟ قلبتوا عليها؟ فين اش من طريق خديتو باش توصلوا ليها وهي عندها بطاقه التعريف الوطنيه الجديده، يعني ماشي ديك القديمه اللي ممكن؟ شو الخطوات اللي درتو؟ تخبروا رجال الامن، ديروا شكايه في الموضوع الاختفاء باش توصلوا ليها، ولا ما قلبتوش عليها؟ لا، قلب الوالد والوالده كانوا يمشيو للوحمايه. الوالد والوالده راه كبروا، انا نهضروا معايا انتوما كاخوه، لا اش درتوا انتوما؟ كنا ديك الساعه اللي عطى الله عطى كل واحد فين ساكن، واش فهمتي؟ كل واحد الدار بقات خاويه، ملي بقات غير واحد المرض ديال واحد الاخ ديالي اللي توفى، هي اللي بقات في الدار. هذا هو الاشكال. يعني الا مشينا في هذا الطريق باش نكونوا صراحه، بحال كيجركم البحث عليه دابا غير الورد، صحيح؟ راه متفق معاك، راه متفق. يعني الفلوس هي واش كتقلب؟ لا لا لا، اقسم بالله دابا كل واحد عنده محل ديالو، نكونوا واقعيين. ولكن داكشي ديال الوالدين دابا محبوس، هاد هي ما كايناش، وهي اختكم الكبيره. اييه، اما يعني تصور دابا حنا كنا مثلا راه عامين باش توفات الوالد ديالي، وعامين حنا تنقلبوا دابا، ما لقينا حتى شي تراسابيليتي. دابا ملي كتمشي عند شي واحد اش كيقول لك؟ كيقول لك خصك دير دعوه ديال التمويل، دير هادي دير هادي، حنا ما بغيناش نوصلوا لذاك الشيء، حنا بحكم اننا عائله واحده. هو ديال التمويت علاش غتبنى؟ السيده ما عرفتش تموت ميته ولا حيه. اييه، هذا هو المشكل. دابا حنايا بدينا كنقلبوا وبدينا كنعرفوا، لان كل واحد واحد. انا عندي واحد 3 خوتي راه في فرنسا، ما كيجيوش تقريبا، راه مده هذه ما جاوش، يعني الا غنجري انايا ولا غتجري هاد السيده هذه تا هي راه كبيره، الله يكون في العون. الاخ ديالي اللي كان دار هذاك راه كبير تا هو، راه في مراكش، وحنا يلاه كندورو في واحد الحرقه، تعرف القانون ديال البلاد راك عارفه، راه اي اداره دقيتيها الا فيها راه مشاكل. تصور انا راه مشيت للكوميساري السونترال وديت لهم جميع الوثائق، قلت لهم اش دار لي السيد؟ قال لي سير للكوميساري اللي قرمتي لكم. تصور ادت بي الظروف انني مشيت للمقاطعه اللي تابعه لهم ودومونديت شهاده الوفاه، راه ملي دومون شهاده الوفاه بالحاله المدنيه تقريبا شي ساعه ولا ساعه ونص، هو يجي خرج السيد قال لي جيب لي اش من عام توفات، ما عنديش لاطات ديال الوفاه ديالها. الوفاه ديال من؟ ديال انا. ملي سمعت ديك القضيه توفات مشيت انا للمقاطعه اللي تابعت. ولكن عاود لي هاد، سمعت شكون قال لك توفات؟ لا بحكم قلت لك انا فاش كنت في المحمديه جيت بلاصه ديال الحوت، وريناهم تصاور لدوك الناس اللي كيكونوا تما بحال قلت فيهم ساكن كيطلبوا كاع كنطلبوا الله. اللي وريتها كتقول لك لا خويا ما عارف. واحد السيد غارديان تما كاين وريته، قال لي ودي السيده راه كانت كتردد هنايا بحال هاد الناس، ولكن دابا راه غبرات، وغالبا ملي كنت كنشوفها انا كنشوفها تهلكات، يعني غتكون ماس. هذا هو الكلام الاخر اللي قال لي السيد، هذاك الشيء اللي خلاني انا باش نمشي للمقاطعه ونشوف البلاصه اللي كانت تابعه لي. شي متى قلبتي انت هادشي؟ تقريبا نقول لك في الاول ديال 22 في شهر 1 شهر 2 من مورا ما توفى الوالدين. لا، الوالد توفى في 2020، دابا تنقول لك انا في 22 2022.
ما تبعتيش هذا الخيط ديال الوفاه، انك تمشي للسبيطار يشوفوا لك الريجستر ديالهم. شوف مشيت للامورغ ديال المحمديه، ديال السبيطار ديال المحمديه، مشيت دخلت لعند السيد سلام عليكم السلام، قلت له الله يخليك اللي كاين واللي كاين، دخلني لعند واحد السيد لداخل المدخل، قال لي خويا الناس اللي كيكونوا عندنا هنا كنديروا لهم اكس. قلت له ودي راه ضروري كدير ملي كتبغي تدفنوا واحد الانسان دوز واحد 4 ولا 5 شهور ضروري كتدخل النيابه العامه على اساس باش تدفنوا، كنديروا كيجيو البوليس كيديروا لي زومبرانت. ما عطانيش شي خيط، قال لي ودي راه ما يمكنش لي نعطيك شي حاجه، انا راه بحال الساعه عندي ها السميه ها كل شيء، ولكن باش غادي نقول لك شي حاجه ما يمكنش ليا. مشيت للمقبره قلبت السميه ديال من؟ ديال الاخت ديالي. فين كاينه؟ دابا ملي مشيت انا نقلب عطيتو السميه ديال الاخت، قال لي هذه اكس. يعني بقات عنده هو السميه باش يشوف. باش اكس. ما مشيتوش للخيريه ولا دار العجزه؟ مشينا للخيريه اللي تابعه للمحمديه، ما عرفت فينا بلاصه تما كاين. قلبنا والو، حتى واحد ما عطانا شي حاجه. مشينا تصور مشينا لتل ديال الرحمه، لامورغ ديال الرحمه، ودخلنا لعند المقبره في الروجيستر قلبنا، قال لي اخويا جيب لي على ضات فاش شوفات. انا ما عنديش شحال بحال هذيك عاك طاطوني، يعني ما ماشي ما عندك شي حاجه بروف، وتوا البيبان مسدودين، راه يكذب عليك الدب، راه حنا عارفين راه بلا ما راه كتمشي لاي واحد باش غيطول معاك. لا تصور ادت بيا الظروف انني كاع تلاقيت مع شي ناس يعني باش يبحثوا في هذه القضيه هذه، وبلا كارت ناسيونال ما قدر حتى واحد يتحمل المسؤوليه، لان الا بغيتي طابي مشكله، حنا بغينا غير نعرفوا فين. حتى واحد ما عطانا شي راس الخيط، هذا هو اللي خلانا في الاخير غادي اتجهنا للصحافه، لربما يكون خير ان شاء الله توسع. وهذا ما 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 ما, ما شوف ماتوا والدينا، انا راه تنهضر معك في عمري زيد في 58، هذه راه روتريتي، الاخ ديالي راه روتريتي صغير فينا كاين في فرنسا، في عمره شحال؟ في عمره 50 سنه، يعني راه ماشي. ونطلب الله سبحانه وتعالى يا ربي الى بقى في الدنيا. نعم تشوفوا احنا دابا الهدف ديالنا هو تلقاوها، الا لقينا حيه يا مرحبا راه الدار خاويه ما كاين فيها حتى واحد، كاين فيها واحد الاخ، الا كانت مثلا ماتت نعرفوها راه ماتت، هذا هو ليسونسيال باش حتى حنايا نعرفوا القبر ديالها ونمشيو نزوروه، هذا هو الهدف ديالنا. اما الفلوس راه طلب هو تمنيناك وكانت تقلب في واحد الوقت. شكرا لك، انا معكم مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الموضوع مع الاخت الولد كما كان الحال، هذا الاخ ديالها وشيئا ما الحنان يميل بين الاخت للاخت، هي تدرف الدموع. انت اختي اصغر منا. شكرا لله. راه الاخت ديال هنيه عاودي لي على هنيه، هنيه ديالها تولد. كانت ديما كتقول لك كلشي اللي خانتني كون جاب لي الله وليدات، كون عايشه بحالي بحال الناس. جواج الاول تزوجاتو في مراكش ما سهلش فيه الله، جات لكازا تزوجات الجواج الثاني ما سهلش فيه الله، خدت هذا الراجل الكبير في المحمديه مسكين، دار راه يدو عاش معاه الحياه بخير وعلى خير، في الاخر قرب يودع الحياه، طلقوا عليه بناته على ود الورد حتى همايا، قالت كون بقى لي غداك اللي نتريت نعيش به، سيمانه طلقوا عليه سيمانه مات الراجل، فلوس دوك ديال الطلاق ولات كتهرب من المحمديه وكتكري تما في المحمديه، ميم تكري بيت تكري سداري تقول لك انا المحمديه ما تفرقش عليا، حياتها هي المحمديه كبرت فيها وكملت فيها حياتها، مع ربات دوك الوليدات قالت غير حنوا فيا حتى واحد ما حن فيها. ولاد من اللي ربات هي؟ ولاد الراجل الاخراني الكبير، درجة دارت لهم العراسات دارت لهم النهارات وقفات معاهم وربات لهم ولادهم، حتى واحد ما حن فيها على قبل الورد، خرجوها من الدار الدريه بحال المراه بحال مرضت في دماغها، جاتها هيستيريا ديال العصاب، ولات كتجي عند امي كتسوانيها كتقابلها كتقول لها بنيتي ها بركي معايا انا نعاونك انا نشقى عليك انا نكمل معك، كتقول لها لا امي انا غادي نخرج هنا ونجي، كتمشي للمحمديه ما كترجعش، سيمانه 3 ايام 4 ايام تجي تطل تغبر عاوتاني. الفقصه هي اللي قتلات امي ديال هذيك الدريه اللي كتغبر لينا كتخمم فيها الليل والنهار، والحمد لله والشكر لله. نتوما الخواتات ديال البنات اييه ضروري ما كتكون وحده فيكم حنينه معاها بزاف، كتعود لها الاسرار ولا كتعود لك الا كتعود لك انت غادي ما غاديش تمشي شي بلاصه تقول لك لا لا انا كنت انا في داري هنا مجوجه، هي من المحمديه كتجي عند امي تبركها واحد شويه وتزيد تغبر، حتى لا شدات امي كتديها للطبيب كدير لها الدواء ديك الايام، ها كيفوت منها الدواء كتخرج ما كترجعش.
ما لقيتوش ليه الحل ملي توفاو الوالدين في الاول ولا قبل كاع؟ انك انت تهضري مع الخوت ديالك من بينهم السي الحسن يقلبوا عليها وديروا شي خيط ابيض وتجمعوا لها فين تسكن. الوالد في حياه با في حياه ملي ماتت امي قلتها للوالد، قلت لها با نديروا لها بحال هادشي اللي كيديروا في المختفون. تقول لي دابا تبان كتعرف تعرف الوالدين وتعرف مرت الاب، تزوج الوالد ما بقى كيسول له ابا نديروا الاختفاء ديال اختي. تيقول لي دابا تبان حتى مات هو الله يرحمه وبقات القضيه بحال هكا. حنا دابا ما خلى الاخ ديالي الكبير فين قلب فين سول حتى واحد ما عطاه راس الخيط. ودابا حنايا كنا كنشوفوا في هاد البرامج ديالكم وداك الشيء، وقال لي قلت خويا نلتجئوا للصحافه وحنا جينا عندكم. الله يكبر بكم الله يعطيكم الخير. الله يستر لكم يا ربي، لا بقى في الدنيا تشوفوها يا ربي. سي الحسن شكرا لك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا موضوع ديال هنية الردادي، العائلة تبحث عنها مدة طويلة، مجموعة من النقط في الموضوع درجناهم مع الإخوة والأخت ديالها مسكينة الله اللي علمنا يعني بغات أختها. كما الجديد في الموضوع أنهم الورث اللي خلالهم الأب والأم ما بغاوش يتصرفوا حتى في شي حاجه الا بالحضور ديالها حقها في القانون، وكذلك من العرف انه هي الاخت الكبيره. مشاهدينا الكرام حنا وضعنا الصور ديالها، وتنطلب الله عز وجل كل من شاف هذه الاخت ولا عنده عليها معلومات انه يتواصل معنا ويتواصل مع العائله من اجل هذه الاخت ترجع للعائله ديالها. بشكل مختصر لتنوير الراي العام اكثر في الموضوع، ما توفقاتش في الولاد كتبش لها الله الزوج الاول، الزوج الثاني خلى لها ضرر نفسي كبير، غير لها الدنيا لما هو اسوأ. ولكن لا نعلم المآل ديالها الان، واش هي بعقلها ولا شويه ولا الله اعلم بالوضع الصحي ديالها. مشاهدينا الكرام معلومات اللي عندنا في المحمديه، وكان نوجه النداء للناس المحمديه والمغاربه اللي شاف هذه الصور وقدر يوصل للاخت ديال هاد العائله، اجره محسوم عند الله عز وجل انه ينور هاد الناس هادو. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذه الملف وسوف نوافيكم دائما بجديد فيما يخص تطورات هذه القضيه، الى بانت الى توفقوا العائله انهم الاخت ديالهم. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.